وهذه الاصابه يعني جلتني نعرف بزاف ديال الحوايج من الجمهور المغربي عامه وخاصه الجمهور الودادي اللي كان امس بقرب المستشفى طيله العمليه واللي يعني هتفوا بسميه المياغري. شكرا. انت ان شاء الله. طيب انا ابغى اسال سؤال، ليش تصيح معنا انت صرت واحد منا وفينا وقدمت كل يعني كل ما نحن نطلبه منك قدمت، يعني انت ما قصرت، ليش تصيح كابتن؟ الحمد لله، لانه يوم جيتني كنت جاي على اساس باش نحقق واحد الهدف وهو تحصيل اسيويه ونفرح الجميع، لكن الحمد لله ما استطعتش باش نحقق هذه الامنيه.
it's insane. Yeah, سنفتقدك كثيرا يا نادر، فمثلك نادر، وحسبي أن أقول أنت رجل من أتى بعده يقول مرة وهذا الأثر.